عمالين ناخد نفس لغايه بكره ان شاء الله. يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا ومتفائلين خير، لكن نبدا بجزء. وكان النهارده مهم جدا، انتوا عارفين الدكتور اشرف صبحي خلال الاسابيع اللي فاتت بصراحه كان بيقوم بمجهود رائع لعمليه نبذ التعصب من خلال بعض اللقاءات والندوات والندوات. والنهارده كان كمان في صوره رائعه لبرج القاهره، وهو كان بعلم مصر مكتوب عليه لا للتعصب. اخد من كابتن عادل رؤيتك ايه لموضوع التعصب، ويعني ازاي تكون في حلول، وانت شايف الموضوع ده يتحل ازاي؟ يعني طبعا الصوره قدامنا برج القاهره طبعا بعلم مصر ومكتوب مصر اولا ولا للتعصب. فدي ده جزء مهم جدا بغض النظر طبعا. كلنا نتمنى النادي الاهلي يكسب، وكلنا نتمنى ان المباراه تخرج لصالحنا، لكن اولا واخيرا بنقول دي مباراه تاريخيه، واسم مصر هو دايما قبل الاهلي والزمالك. يمكن انا كان ليا نصيب في ان نعمل مؤتمر كبير بقياده سياده الوزير اشرف صبحي، كنت عامله معاه في نادي الجزيره، مركز شباب الجزيره، وكنا بنتكلم الحديث كله كان بيقوم على التعصب. ده كان قريب الحديث ده اول امبارح كان يوم الثلاث، وكان معايا عبد الحميد بسيوني والاعلام اشرف محمود وسياده الوزير اشرف صبحي، وكنا بنتكلم. يمكن هدفنا كنا التوعيه في الامر ده، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا دائما بنقول كره القدم اتعملت لاستمتاع للناس للجمهور، ما بالكوا ان الجمهور هو اللي ممكن يعمل التعصب. فانا افتكر ان سلوكنا احنا كلاعبين اولا وكادارات نقدر ان احنا نوصل للجمهور ارتحيه في انهم يتعاملوا في الكوره بسلاسه. يعني احنا في ثقافه عندنا نفسنا نبسط كل اللي هي اهم نقطه التسامح. ده حاجه، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه المهمه ان كتير قوي في الانديه وفي العالم كله في حته الصراع على البطوله، اوكي، لكن بعد البطوله هي الثقافه دي اللي احنا عايزين ننشرها، ان انت الكسبان يبقى سعيد وبيقول للخسران هارد لك، والخسران حتى يبارك للكسبان. الثقافه دي لازم نعملها، لانه احنا هدفنا كلنا من البطولات اللي بتتعمل المحليه او حتى البطولات الافريقيه المنتخب مصري، يعني احنا كلنا بنتجمع تحت مظله مصر كلها، مصر. فهي دي، انا افتكر ان احنا لو الوعي ده جه عند اللاعبين الاول وعند الادارات، افتكر ان ويمكن الحمد لله مش بقول كده عشان في النادي الاهلي، يمكن احنا كاداره، يعني انا بتكلم على النادي الاهلي، من زمان الامر ده فينا، من زمان، ان احنا طول عمرنا، يعني حتى لما بيحصل لا قدر الله خساره في اي حاجه احنا بنبارك للناس اللي هم كسبوا. يعني الثقافه دي نفسنا تبقى في مصر كلها، ونفسنا كمان الحاجه المهمه ان احنا لو انعكست على منتخبنا بتبص تلاقي الكابتن هاني والكباتن كلهم لعبوا منتخب. وفاكر يا كابتن هاني لما كنا نروح المنتخب مثلا ما كانش في حاجه اسمها اهلي ولا زمالك ولا مقاولين ولا اي حاجه، مصر، احنا كلنا بنبقى وطن. تحت مظله مصر طبعا. كلنا المحبه اللي بينا. يمكن اقول لحضرتك حاجه سام، احنا كتير قوي بننسى احنا بنلعب فين. دي حقيقه. وقعدنا فترات، يعني في معسكر قعدناه لو تفتكروا هاني، كان حوالي 5 شهور اللي هو قبل كاس العالم، معسكر 5 شهور كلنا عايشين مع بعض. الدوري اتلغى اصلا ساعتها، والدوري اتلغى، 5 شهور قاعدين مع بعض والله، ولا حسينا ان انت بتلعب فين ولا ده بيلعب فين، كلنا لمصر. واحدة فهي واحدة. يعني انت بتتكلم كابتن عادل بيتكلم على جزئيه اللي هو جزئيه اللاعبين والمسؤولين. انا بتكلم